Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، أتمنى الاشتراك في القناة، شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. اليوم حنعمل مهلبية زور شيا، هي مناسبة للكيتو دايت ولمرضى السكري. كتير هي طبيعية، مكونين فقط. نوضع معلقتين من بذور شيا، هي الحصة اليومية معلقتين طعام. ونطحن أي نوع فواكه أنتو بترغبوا فيه، يكون مناسب للحمية تبعتكم. ممكن نوضع عصير برتقال، أي عصير أنتو بتحبوه فريش. نوضع قليل من الماء حتى يساعد الخلاط فقط، لأن الفراولة هي كلها ماء. وبنسكب في الكوب. نطحن هلقيت التوت البري أو البلوباري، أي نوع فواكه ممكن تستخدموها، أو عصير برتقال. نوضع قليل من الماء حتى نساعد الخلاط. هي الفراولة فيها سوائل أكتر من البلوباري. نسكب. ممكن نعمل مزيج بين الاثنين، أي نوع فواكه مناسب للحمية التابعة لإلكم توضعوا، أو عصير فريش، المهم سوائل. نخلط المكونات. هيك بعد ما خلطنا المكونات مع بعض نوضعها بالثلاجة، يعني أقل شي 4-6 ساعات أو لتاني يوم. أنا خليتها لتاني يوم، هيك شكلها تاني يوم، هي جامدة مثل المهلبية. الفراولة هي أكتر ليونة لأنه سوائل فيها أكتر، لكن كثير هي روعة. بنعمل هذا اختياري، بنعمل كريمة طازجة، نوضع كوب ونصف. وبديل السكر ستيفيا هو اختياري، ممكن نحطه أو ما نوضعه حسب تعودكم انتو، هو اختياري أي نوع بديل سكر حسب ذوقكم. نخفق وهيك أصبح جاهز، هو اختياري الكريمة، ولكن من شان احنا اللي بيعملوا حمية ندللهم شوية. ممكن نعمل صوص الشوكولاتة. نوضع زبدة سايحة على الميكرويف، سيحتها 5 ثواني تقريبا، 10 ثواني. ونوضع 15 جرام كاكاو مر أو معلقة كبيرة مليانة. وبديل السكر ستيفيا هو اختياري، ممكن نوضعه ممكن لا. والزبدة ضروري تكون زبدة ليس منجرين، لأن الزبدة من الحليب الزبدة طبيعية، ولكن المنجرين هو زيوت مهدرجة. هيك أصبح شكلها النهائي. ممكن نزين أي شيء بالمكسرات أو بالفواكه الطازجة، هي كتير روعة، وهذه الأكلة المفضلة لإلي. يعني بعد ما أكلها ما بحس بالجوع خالص. ويجب الملاحظة، إذا أي حد بيستخدم الأدوية لازم يستشير طبيب. بذور الشيا مش لازم تتاخد مع بعض الأدوية، وبالأخص مرضى الضغط والنساء الحوامل. في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.